الاتصال اللاسلكي والربط مع الحكم الرابع ومع الفار وانطلقت المباراة. على اليمين فيوتشر، على اليسار غزل المحلة وس، وفي اخر دقيقة يفتكروا ان هم يلعبوا على الفوز فالامور تسخن. ادي بوبو، اول كورة من بوبو، يفوت طويلة من عمرو، استلام غلط من كوني، وهذا احمد عاطف. فيوتشر فيوتشر فيوتشر، دارت الماكينات. بس نشوف اول ربع ساعة في هذه المباراة، بنلعب في الدقيقة 11. ادي غلطة غلطة غلطة، لكن جنش جنش في الموعد. 11 دقيقة بدأ الإيقاع، بدأت المباراة، بدأت المباراة تقول يعني اهو. ادي الكورة تاني، احمد رفعت أمامية عالية جوه المنطقة، وعاطف عاطف لفيوتشر بالقدم اليمنى، تتلعب على القايم البعيد، عمرو شعبان يخرج، وصفارة من كابتن أحمد حمدي في الكرة العرضية، ويطلعوا هو اللي حصل فعلا. لكن البوكس كمل بقى، شوف أهو كمل، لكن هي مش بوكس قوي. المرتدات المرتدات المحلوية اللي بيجيدوها تماما تماما تماما، وادي الكرة وانفراد العش، العش العش، مش ممكن مصطفى العش، وشق طريقه في اتجاه المرمى، وشبه انفراد، ميلة شوية متطوحة شوية، لكن قدر يتصرف. أمامية في مساحة خلقوها وجدوها، وفاروق عرضية من الجهة اللي راحت لا لده ولا لده، جوناثان عرضية خطيرة جدا جوه المنطقة، لسه تاني أحمد عاطف ياخدها لنفسه، يحطها لأحمد رفعت ناحية الشمال، والكورلا أو حتى في غيابه الحناوي وخالد سامي وحتى الأطراف مميزين قوي في الكرات العالية داخل منطقة جزائهم. يعني الآن يشوف هاني عالي لمحمود مرعي، مرة أخرى طويلة أمامية، روعة 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 روعة، مش ممكن مش ممكن يا بوبو، واتخلق بإيه؟ بكرة طولية روعة وبالمقاس، بالمقاس من محمود مرعي. شوف بوبو كأنه بعد الكرة اللي هو عملها دي. لكن مرعي رائع رائع. ادي 1 2 تاني، وادي بوبو المرة دي يلعبها على راس فاروق، لكن دفاع المحلة بالمرصاد، مفيش فاول. احمد عاطف هيعمل 1 2، لا جوناثان كالعادة يتواجد. بص جوناثان يا جماعة، جوناثان متواجد في مركز راس الحربة، بص جوناثان اهو، والكورة لكن عمرو شعبان يبعد، في لاعب من المحلة واقع وبيتلوى على الأرض من الألم. أخيرا طف معاه بعد الكورة اللي احنا شايفين إعادتها دي اللي وقع فيها مع التحام مع أحمد عاطف، لكن أخيرا عمر كمال عبد الواحد قال لك برضو الراجل من بما مرعي تاني على الأرض. أحمد عاطف لمسة، عمر كمال يلحق يلحق عمر ويلعبها بالفعل عرضية، لكن فاروق هو اللي فاتح ناحية اليمين. ادي عمر كمال ومحمد فاروق لعبها له فعلا عمر، وفاروق عدى فاروق، لكن اساء التقدير مع خط المرمى. شوف بيلوم نفسه ازاي وبيعاتب نفسه. وغزل المحله ما زال في موقف حرج جدا. كونيه عاليه جوه منطقه الجزاء، يا دوب تلمس محمد حل كده، تحس انه هو وكريم ندفد بيوجدوا وبيخلقوا حلول لزملائهم على طول بالتبادل ممكن، واحيانا هما الاثنين زي الكره دي. ادي بوبو، هو ندفد هو ندفد، لسه بنقول يجد الحلول، وبالفعل هو هو كريم ندفد، كريم وليد يسجل من جديد 43. ادي الكره صناعه مين بقى؟ بوبو 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 يصنع، وندفد يسجل. يا ولد يا ولد، مش في الفينيشنج ولا اللمسة الأخيرة ولا التسجيل، لأ في الاختراق وسرقة المدافعين والتواجد، لأن لسه كنا بنقول غنام محمد وكريم ندفد بيكملوا هجوميا وبيعملوا زيادة وبيوجدوا وبيخلقوا. الوقت بدل الضايع 120 ثانية، دقيقتين وقت بدل ضايع. هاني عادل يعكسها جميلة جدا جوه المنطقة، لكن الاستلام من عبده يحيى عليت، لكن تاني تاني عبده، جول جول جول، الرد السريع والفوري. قلت لكم هنشوف شوط تاني مختلف، لا ده الشوط الاول نفسه اختلف. الاستلام ده عليت بعدت، لكن لحقها ولعبها بالراس، ردها له تاني احمد الندري، الندري يصنع، وعبده يحيى يسجل سابع اهدافه في مسابقه الدوري لهذا الموسم. روعه
روعة. ادي عبده يحيى لاعب ما بيهزرش قدام الجول، ما بيهزرش امام المرمى، وبيعرف انتهى الوقت الاصلي وكمان انتهى الدقيقتين، انتهوا الوقت بدل الضايع. فرحة لجمهور غزل المحلة بالتعادل السريع، صفارة نهاية الشوط الاول اصدقاء المشاهدين كابتن احمد حمدي. التعادل الايجابي 1-1. بدأ في الترجي طبعا، راح فرنسا ميدز ثم بلجيكا ار اف سي ثم جيماريش البرتغالي الفريق الثاني جيماريش ثم البنزرتي ثم الاسماعيلي. الضربة الركنية لفيوتشر عالية، محمد فاروق مش ممكن، عمرو شعبان على مرتين على طبق. ادي الكرة بص محمد فاروق لعبها عمرو شعبان وكمل فيها كمان بوبو، لعبها على الطاير بص شوف محمود رزق على طريقة المهاجمين الكبار عمر ياسر عبد العظيم يتابع كل شيء يراقب كل شيء، ولغاية دلوقتي الحمد لله ما فيش أي مشاكل لا داخل قريب من النص شوية. 10 أهداف. ادي جوناثان، جوناثان عملها الكاميروني، ينطلق الكاميروني يهرب من الكل ويسجل أول أهدافه هذا الموسم، الكاميروني لأول أهدافه هذا الموسم. لكن صانع تشوف الكورة مفيش أوفسايد، مفيش تسلل على الإطلاق. 1-2 رائع 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 مع أحمد رفعت بتفاهم كبير، بالفعل هو أحمد رفعت، رفعت يصنع، جوناثان جوزيف جوناثان نجوام يسجل في شباك عمرو شعبان ويعيد التقدم مرة أخرى لبطل كاس الرابطة. ادي جوناثان بشكل اساسي، سعد سمير ومحمود مرعي الاثنين دلوقتي مش موجودين. ايمن الصفاقسي ايوه في مصطفى الزناري، رميات التماس القوية الاقوى من الركنية، شوف خالد سامي قوية جدا وبالفعل عبده، واتلعبت الكورة بالراس ولاعب تاني من غزل المحلة على الارض في دائرة نص الملعب اعتقد حميد ماو، لكن اللعب يستمر. مروان محسن ياخدها لنفسه يبحث عن المساندة، مروان لعبها بالفعل احمد رفعت على حدود منطقة الجزاء، يفتح يفتح لنفسه زاوية التسديد ويطلق صاروخ اللي كان مستنيها الكابتن مصطفى، ففورا في اخر 10 دقايق بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه. احمد رفعت احمد رفعت احمد رفعت في الشبكة من بره، الكرة اضطر انه يرجع تاني الى معاذ، خالد سامي يتقدم هو كمان خالد والكرة الطويلة داخل المنطقة وبيحاول ياخدها لنفسه الايمن والكابتن وقادم مع استلم الكرة خلاص، وكان ممكن من غير ما يستلم اصلا محسن على هجمة المرتدة، لمسة جميلة جدا للنجم التونسي ايمن الصفاقسي، يمشي 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 معاه 3 مدافعين، حب انه يفتح الزاوية ويسدد، خبطت الكرة ترجع من جديد، مروان محسن على الارض لعربي بدر، عدت من عربي لكن ما زالت من نصيب فيوتشر، عرضيه روعه 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 من عمر كمال عبد الواحد بالكره جدا يشير بالاستمرار، تتلعب مره تاني الكره تصل الى مروان محسن يحطها يرد الهديه عمر، يا عمر مش ممكن، عمر كمال يستلم كره اخر جمال من مرضتني هديه من شويه وانا ضيعتها، وعمر كمال محبش هو كمان يزعل مروان. تأتي صفارة نهاية اللقاء، فيوتشر للمرة الثانية في شهر يغزل خيوط النصر